السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يا ربي تكونوا في صحة جيدة. هل جيت غي فوق توا؟ ما شاء الله. والله الا جيت غي صدفة في واحد المحل، من بعد نوريكم بلاصة بالضبط فين. تم المحل الله يعمرها دار. الخياطة ما عرفتش، المهم ملي كان خيط كان ندم باللي كان شري. المهم غادي نقلب معاكم الكاميرا وتفهموا. ديجا الخياطة راه وقفوا الخياطة، هانتوما الموجود ما شاء الله. بالنسبة اللي عنده المناسبات، بالنسبة للعيد اللي بغات تفرح راسها. انا حمقني هاد الابيض هذا، ومعاه داك الخضر مفتوح، هاد الخضر هذا اللي ما بين موف والابيض. كاين هاد الخضر عاود موف اللي هي في القنت. الصراحة واحد الخدمة غادي نقرب ليكم وتشوفوا على من كنهضر. بلاتي العمارة والخياطة ما كاينش اللي يديرها لك دابا في هاد العواشر. شوفوا هذا ما شاء الله مطارد القفطان. شوفوا اللي هي على الصدر الفوق، الخياطة العمارة طف الظهر ما شاء الله. شي حاجة اللي فنة فنة. شوفوا لي العمارة التحت وبالثمن مناسب. طلع طلع شوية الفوق، الثمن عنده الأثمنة مناسبة ما شاء الله. وكاين هذا هكا، هذا الخضر هذا اللي عنده بالنسبة هكا المناسبات، ولا اللي عنده العرس، العروسة، نفيسة، حضارة، المهم أي حاجة. والكحل هو راه سيد الألوان ما شاء الله، فن فن. أنا حمقني هاد الكحل هذا، دفينا البنات تكشيطة دو بياس. هذا واحد العمارة فيه ما شاء الله. انتم الزواق طف الظهر، وهنا هكا على الصدر ويدين عامرين النص. انتم ما شاء الله مول المحل عنده الخاطر، غا مرحبا بكم عنده. وكاينين هادو سميت المحل قفطان ايا، على سميت بنتي. ما شاء الله. شوفوا لي هادو، والله القسم البنات الا كنهضر من نيتي وكنهضر من قلبي. دخلت ما شاء الله بقيت حالة فمي، عاد سولت شي حاجة اللي فنة فنة فنة. شوفوا لي هاد الكحل عاود، شوفوا لي هاد الكحل ما شاء الله، لي شي حاجة فنة وزوين. وكما قلت لكم وقتو كاين هنا القفطان البنات، كاين التفين هذا بحال هكا تكشيطة طرز ديال الماكينة وعمرة بالعقيق. هادي عاود تكشيطة طرز كمبيوتر هذا ياك، ما شاء الله في موب وخفيفة لون في لون. التحتية فيها طرز عامر حتى الفوق. وكاين هاد الابيض هذا هكا هكا العراسات، المهم كل واحد الذوق ديالو. ايوا هذا اللي بقيت حله فيه فمي ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. هاد الزرق هذا الزرق ملكي، هذا التفين. شوفوا غير اللون، غير الخياطه ما شاء الله. الخدمه عامر من الداخل والتحتيه حتى هي عامره. وعنده هنا القفطن هكا اللي بغى المناسبه خفيفه هكا للعيد، القندوره هكا بسميتو بالمجدول كتان او الثوب جوهره فيها الالوان. نشارك معكم انتم الالوان اللي فيها ما شاء الله، زوينين هادو كاملين الالوان ديالها. ايبانوا لكم الريوس هانتوما، هادو ماشي البنات. شريفات. الله يلا. انتم القفاطن، هذا اسول، هذا كرونا. شوفوا لي هذا اسول ما شاء الله فن، وهذا كرونا عاود. والذوق دابا كل واحد الذوق ديالو شنو كيعجبو. كاين هذا الموف ده هو قفطان خفيف دال تحت. كاين هذا موطارد ده هو فيه طرز ديال الماكينه عامر بالعقيق والحجيرات. انتوما عنده في الجناب وعنده القدام، انتوما هنا في الجناب. وكاين عاود هذا انتوما، هذا واحد غوز بحال موف تقريبا، حتى هذا قفطان. وكاين عاود هذا تقريبا بحال 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 الا اللون فنين. وغادي نشارك معكم ملهي عاود داكشي. كاين واحد غوز هنايا فنه فنه. شوفوا البنات هذه شي العروسه، شيتها لشي العروسه والله القسم.
فنان. ثم هذه تكشيطة، شوفوا لي على لون العمارة على اليد، شي حاجة زعما متقونة. شوفوا الطاف الظهر وكاملة صقلي، فيها الذهبي وكاين برونز، برونز تقريبا كل شيء ياك. برونز فنة فنة. اه كاين هذاك واحد اللون اخر. كاينه هذه البنات عاود كاشيري، كي شدي لي هذه كاشيري حتى هي نفس المهم الخياطه كيف كيف ياك. العماره العماره المهم مختلفه، ولكن ايوا هذه شويه مصرجيه على الاخرى، ولكن فنين. شوفوا شي حاجه اللي فنه، لون في لون كيعجبني هكا تكون تحتيه والاخر كيف كيف. متتبعات اللي كيطلبوا مني انتما كنقول لكم غير استناو، مازال يجي شي حد شي نهار ان شاء الله غادي نشارك معكم. انا ما كنقبلش زعما نمشي هكا للسوق وندور ندير لكم كاميرا هكا شي حاجه ما تستاهلش هكا في شي بلاصه زعما. المهم راكم فاهمين، شي حاجه تكون متقونه تكون باين المحل تمشيو. المهم فوقاش ما بغيتو انتما دابا في السوق راه مسدود، ولكن في هذيك ديال الحنه ديال شي عروسه هذيك. ما شاء الله فنه فنه، مطروزه باليد، مطروزه باليد هذيك. ما شاء الله انتما قربت لكم باش تشوفوا فنه ديال الحنه هذيك، زوينه ما شاء الله. طرز الفاسي هذا، لا بونتو ديكرو، بونتو ديكرو هذا ما شاء الله حتى هو واحد الخضر مغلوق زوين. عمرو بالعقيق الا بغاو يعني هذا السامبل غير الطرز وصافي ما فيهش العقيق، قال لكم كاين الا بغيتو هكا بالعقيق، ولكن فنا انتوما. لا وريني هذاك ديال الحنه اللي في جنبها اللي فيها العقيق بيج بلونكاسي. هذيك اللي فنا عاود حتى هي زواقه اخرى زوينه البنت حتى هذه. هذه فيها العقيق، فيها الطرز وفيها العقيق. انتم نقرب عليكم تشوفوا، شفتوا ما شاء الله فنه. شوفوا هاد غوز هذه بحال اللي دارت بنت جارتي في نار الحنه، عرفتي كي جات لها ما شاء الله جات لها فنه فنه. اللون عرفتو زعما يستاهل. انتم اليد دير يد هكا فنه ما شاء الله. شوفوا لي العماره والعقيق، هذه كتمشي محلوله احسن مع الحزام كتجي زوينه. كتجي فنه. شوفوا العماره، شوفوا الحجيرات و بيلا وقيله ياك. لا هذيك ديال سميتو كريستال تزاج، هذا كريستال شي حاجه اللي مزيانه. انتما هذه تحتيه، تحتيه الا بغات تلبس بوحديتها غادي القفطان. انتما كي جا من الفوق القفطان والدفين من الفوق ما شاء الله فنين. انتما ما شاء الله بدينا في جلالب، هذا اول مره الصراحه نشوفه كمبيوتر هذا ياك. شوفوا لي البنات واحد الطرزه فيه، طرزه جديده هذه. والله العظيم زعما اول مره نشوف انا صحاب لي داير بحال الزواقه. تا قربت حديثو. شوفوا طرزة على اليد جات فنه ما شاء الله. سلاله والله الا زوينه، دايرين موف مفتوح وزوقوا هذا الزواقه. بالنسبه لجلال ابراهيم هاد السيمانه ان شاء الله غيكونوا غيكون الجديد على حساب العيد. على حساب العيد شحال في الالوان في هذا؟ هذا في شي 12 لون. 12 ما شاء الله. انتم البنات هذا اخو هذاك اللي صورنا دابا لداخل، هذا راه كاين في الباب، كاين عاود فيه هذا حتى هذا زوين. الثوب اللي خرج دابا فيه هاد المهم فيه هاد اللمعه، انتما شفتوا كي داير. وفيه الطرز هكا، عنده الطرز هكا في الجناب بلاتي فنه ما شاء الله. محلوله في الجناب، عندها هكا صفيفه طفيره في الجناب. وكاين هاد الغوز حتى هو زوين جلالب الصراحه فنين. انتما كاملين هادو جلالب. كاين عاود هذا مشبك هكاك ما عرفتش، المهم كل واحد كي كيسميه. كاين هاد الزراق
شوفوا لي انا هكا في الزاج ما شاء الله. بلاتي قرب، شتو كي كيجي هذاك موف، هاد ليموني وهاد الاخضر ملي كيتلبسوا عاد كيبانوا. انتما هادي عاود جلابه هاد موف، هاد كرونا فنة، هاد الزرقاء هادي، وعندو حتى لبسات ديال البنات الصغار. حيت نشوف لهي كاين هاد موف كتبان زرقاء، موف هادي على حسب الضو. صافي شوف على زواقة زوين ما شاء الله. كتبان زرقاء. انتم جلابة بيضة ديال البنات في الابيض ما شاء الله زوين. كاين هاد الزيتي هذا عاود القفطان ديال البنات هكا مطروز حتى لتحت. شوفوا هذاك موف اللي صورت لكم من برا، نشوف كي داير في الظهر البنات. عنده هكا ثلاثه د الشراطي هكا ديال الطرز، وعنده هكا في الجناب. انتم العمارة جات في الجنب عامرة حتى لتحت، طرز كمبيوتر هذا. والاخرى الخضراء هانتوما عندها في الظهر، تقريبا كلشي عندهم في الظهر. وهذا ما صورتوش معكم، هذا قفطان حتى هو. عنده هنا الزواقه صفيفه الزواقه حتى لتحت، شتو ما شاء الله زوين. عنده هكا في اليد. المهم ديركم واحد الجوله هكا دابا على المحل ما شاء الله. دابا تكون شي وحده غا كتقول يا ربي ترجع توريني لون اخر، يا ربي حنا هكاك دايرين والله العظيم. شوفوا ما شاء الله. المهم كلشي عنده هنايا. التليفون كيصوني، جاوبت على التليفون نرجع نكمل لكم هذاك الدوره اللي كنت كندير لكم. انتما ما شاء الله شتو الالوان، ما صورتش هذاك اللي فيه داك الالوان نسيت. انتما هادو القفاطن فيهم داك الطرز كمبيوتر، كاين هذا موف فيه داك الغوز والخضر، كاين هذا زيتي فيه عاود داك الالوان. شتو ما شاء الله كاين واحد الهيه عاود فنين والله الا فنين ما شاء الله. هانتوما كلشي زوين. انتما قفطان ايا بيع وخياط كيخيط حاجه اللي ما جاتش قدكم ولا شي حاجه راه كيخيط. المهم شارع الجيش الملكي رقم 382 قرب مقهى اولكس اولكس نادور شارع الجيش الملكي. غادي نوريكم بالضبط فين كاين. المهم اللي عندها الغرض تسكرين يا البنات. هنا بالنسبة في الشارع الجيش الملكي ملي تكونوا هابطين من الشبيبة ماشي بزاف تفوتوا داك بوتيك اللي فيه الأتواب ديال التكاشط وداك منعرف شنو سميتو. كاين هاد المحل على اليسر ديالكم ملي تكونوا هابطين من الشبيبة. نتمنى فيديو ينال إعجابكم، ما تنسونيش بارتاج لي لايك لي اشتراك. بسلام عليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله.